السلام عليكم ورحمة الله، أنا علي الغزالي وأهلا وسهلا بكم في اللسان. Today inshallah we go through the fourth and the last lesson of chapter 9 of the second book of العربية بين يديك series. عنوان الدرس اليوم دول الشمال ودول الجنوب. الشمال is north, الجنوب is south, and we also learned الشرق east and الغرب west. And of course دول is the جمع of دولة, so countries, countries of the north and countries of the south. قال أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل الحديثة. بسبب يعني because of, بسبب وسائل النقل الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة. And we learned what that means shortly. كيف يعيش سكان هذه القرية الصغيرة. The verb عاش يعيش means to live. عاش يعيش, and the مصدر is عيش. So عيش is life or living, and it's a synonym of the word حياة. العيش هو الحياة, same meaning. كيف يعيش سكان هذه القرية. How do the residents of this small town, which is the world, how do they live? كيف يعيش سكان هذه القرية الصغيرة. إنني أدعوك يا صاحبي. أدعوك, the verb دعا يدعو, دعوة أو دعاء means to invite. So I'm inviting you, oh my friend, يا صاحبي, لزيارة هذه القرية الصغيرة, to visit this little town. كيف هيا نتجول فيها. الفعل تجول, يتجول means to sort of just walk around or wander around. هيا نتجول فيها, let's take a tour in it. And the word tour in Arabic is جولة, from the same root as the verb تجول. So تجول is to take a جولة, to take a tour around something or some place. نتجول فيها وننظر, and see كيف يعيش سكانها. سأصحبك معي في طائرتي. الفعل صحب, يصحب means to take someone as a صاحب, as a companion. So I will take you as a company. معي في طائرتي, with me in my طائرة, in my plane. إنني أملك طائرة سريعة. الفعل ملك, يملك means to own, and مالك means owner, مالك يوم الدين. إنني أملك طائرة سريعة, I own a very fast plane. أسرع من الصوت, faster than sound. The word صوت, it means both sound and voice, but in this context it's sound. أسرع من الصوت, faster than sound. تفضل يا صاحبي, اركب الطائرة, get on the plane, وهيا بنا ننطلق. الفعل انطلق, ينطلق means to set off. Let's set off. هيا, let's launch. هيا بنا ننطلق. And they launched, and on the way he says, نحن نطير الآن, we are flying now, فوق دول الجنوب, above the north countries. انظر إلى هذه الدول, إنها دول غنية, تملك القوة والعلم والمال. They possess قوة, power, والعلم, knowledge, والمال, money. انظر إلى الناس, إنهم أغنياء في هذه الدول, يلبسون أجمل الثياب, the most beautiful clothes, وهم أصحاء. أصحاء جمع صحيح, which means healthy, and the opposite of أصحاء would be مرضى, which is the جمع of مريض. ويعيشون في بيوت جميلة, they live in beautiful houses. ما أكثر المدارس. ما أكثر, that is a تعجب, that's أسلوب تعجب, that's a way of expressing تعجب. ما أكثر المدارس. How many are the schools, والجامعات, universities, والمستشفيات, والمصانع, factories, والمزارع, farms. إنهم يعيشون في أمن ورخاء. They're living in أمن, which means security and safety. ورخاء, رخاء means
you can say tranquility ورخاء. هيا نزور الجانب الآخر. Let's visit the other side, الجانب الآخر من العالم. هذه دول الجنوب إنها دول فقيرة لا تملك القوة ولا العلم ولا المال. انظر إلى هؤلاء الناس إنهم فقراء. They're poor. يلبسون ثيابا بسيطة. The word بسيط means simple. بسيط means simple. يلبسون ثيابا بسيطة ويعيشون في بيوت صغيرة ومعظمهم يعني أكثرهم most of them are ill ومعظمهم مرضى. ما أقل how few ما أقل المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا. لماذا يتقاتل الناس؟ الفعل تقاتل يتقاتل means to fight, for people to fight each other. لماذا يتقاتل الناس؟ Why are the people fighting each other في هذه البلاد؟ ولماذا ينتشر الفقر؟ الفعل انتشر ينتشر means to spread. I think we covered it before. ولماذا ينتشر الفقر؟ Why is poverty spreading? As well as مرض illness والجهل ignorance هنا. لماذا ينتشر الفقر والمرض والجهل هنا؟ يا لها من حياة. What a life. يا لها من حياة. قال هل رأيت يا صاحبي هذه القرية الصغيرة؟ يعيش نصف سكانها في رخاء. Half of its population live in رخاء, tranquility. ويعيش النصف الآخر في فقر وحرب, poverty and war. لماذا لا يعيش جميع سكان القرية في رخاء وأمن؟ هل سيحدث هذا؟ Is this going to happen في يوم من الأيام? In one day of the days? Is that going to happen one day? الله أعلم. Allah knows best. الله أعلم. I don't think that will happen, by the way. But anyways, I hope you found the lesson beneficial. If you have any questions or suggestions, leave them in the comment section below. And don't forget to like, share, and subscribe. And inshallah, I'll be speaking to you very soon. Assalamu alaikum.